لا صار لنا شهرين بلا رئيس. شو عم تحكي شهرين؟ ايه والله. ما حسينا. لا ايه بيني وبينك ما حسينا. مش عارف. مش عارفين. ايه. بس شو قولك اليوم في عنا دي كانديدا خارج هيك يعني؟ والله انا شايفهم بعتقد انه انا رح تزبط معنا، انا متفائل كثير. لم يكن هناك يوم عطلة بالأحداث السياسية الرئاسية هذا الأسبوع، فالموازين لازالت تتقلب والمشاحنة الرئاسية تشتد أكثر فأكثر، كما التسريبات لازالت تكشف، وآخرها ما صرح به مدير التحرير في صحيفة الجمهورية طارق ترشيشي عن أن التسوية الرئاسية أصبحت شبه جاهزة وانتخاب رئيس الجمهورية سيكون مطلع حزيران المقبل. هذا التصريح يأتي بعد 24 ساعة من حديث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة الجمهورية عن تأييده لرئيس تيار المرد سليمان فرنجي في مهام انتخاب رئيس الجمهورية. وبالجانب الآخر وعلى الخط نفسه، علمت صحيفة الديار من مصادر مطلعة استناداً إلى معلومات وتقارير دبلوماسية أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركاً خارجياً على غير محور، تمهيداً للقاء خماسي ثاني على مستوى وزراء الخارجية يجرى العمل لعقده في باريس في النصف الثاني من نيسان أو مطلع أيار المقبل. في السياق تضيف المعلومات أنه من المتوقع أن تنخرط الإدارة الأمريكية في الاتصالات والمشاورات مع السعودية وقطر للبحث في مسار ومصير الاستحقاق الرئاسي اللبناني بموازاة الجهود الفرنسية المتواصلة التي تركز بعد اللقاء الخماسي على إقناع السعودية بتطوير موقفها والمساعدة في إنجاز هذا الاستحقاق. ووفقا للمعلومات فإنه من غير المستبعد أن يأتي الحسم في أيار المقبل، لا سيما أن تدحرج الوضع اللبناني إلى الفوضى قد يؤدي إلى نتائج وتداعيات تتجاوز حدود لبنان. هذا يأتي بالتزامن أيضا مع موقف واشنطن من انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، حيث أشارت أن لا حلول قريبة في الأفق ولم تختار أي اسم بين العماد جوزيف عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي. يتقاطع موقف واشنطن مع موقف المملكة العربية السعودية بأنه الكلام عن مقايدة خصوصا وإلصاقه بالولايات المتحدة الأمريكية هو الاستهلاك الإعلامي فقط، بل الموقف الواقعي يقول بأنه المواصفات التي تقولها الولايات المتحدة الأمريكية عن رئيس الجمهورية مواصفات واضحة، مواصفات تتسم بعدد من الملفات الإصلاحية الذي على رئيس الجمهورية المقبل أن يلتزم بها وأن يلتزم بمسار معين. ترفض واشنطن الدخول بأسماء لا سليمان فرنجية ولا جوزيف عون ولا غيرهما، ولكن تقول بأنه اللبنانيين مسؤولون عن اختيار رئيسهم، وبالتالي إذا كانوا يريدون استمرار الانهيار هم مسؤولون، وإذا كانوا يريدون رئيس يبدأ بمسار إصلاحي هم أيضا مسؤولون عن اختيار هذا. واشنطن رمت المسؤولية على لبنان وكأنها خيرت المسؤولين وحتى الناس بين مشروعين، الأول إصلاحي والثاني مشروع استمرار الانهيار. نحن مشكلتنا بالخيار بهذا المشروع اللي راس حربي فيه حزب الله، اللي بده ياخذ لبنان الى مزيد من التقوقع والانهيار، الى مزيد من العزل العربي والدولي، بعد قادرين نجيب رئيس ما بيتواصل مع حدا من دول العالم. لعبة الشطرنج هذه مستمرة على الطاولة، ولكن لابد أن ينتهي وقت اللعبة وتخرج بمنتصر يقول كش ملك.